الأسبوع اللي فات عملنا حلقة بعنوان بريطانيا تقود عملية إسقاط مصر، وده بعد ما فتحت أبواب لندن على مصراعيها للخونة والمطاريد في أكبر حملة حرب إعلامية ممنهجة بتتعرض ليها مصر. جالي بعض التعليقات اللي بتسأل، هو يعني كل العالم بيتأمر على مصر ليه؟ هي مصر يعني عندها إيه علشان العالم كله يتآمر عليها؟ الحقيقة إجابة السؤال ده سهلة وبسيطة، لكن علشان تستوعبها محتاج تشوف صورة أوسع في سياقها التاريخي. لعلها حكمة إلهية أن تتركز الثروة في الشرق، سواء في إفريقيا أو المنطقة العربية أو حتى شرق آسيا، نفط وغاز وماس وذهب. عشان كده طول التاريخ لم يسلم الشرق من حملات الغزو الاستعمارية، من أول الحملات الصليبية والفرنسية وصولاً للاحتلال البريطاني، والهدف دوماً كان نهب وسرقة خيرات الشرق. ومع الوصول للقرن الحادي والعشرين وصحوة القوميات الوطنية وطرد الاحتلال المباشر، كان لازم الغرب يغير استراتيجيته، بمعنى أنه كان لازم يحتل الدول الغنية علشان يسرقها بس بحيلة جديدة. فهم الغرب أن الفوضى في الدول المستهدفة أكثر ربحية وأقل تكلفة من السيطرة المباشرة العسكرية على منابع الثروة. ليه؟ لأنه لما نموذج لا دولة بيسيطر على مناطق الثروة بيسهل بيع تلك الثروة في السوق السوداء بأرخص الأسعار. شفنا ده بعنينا في سوريا واليمن وليبيا وإفريقيا. الإسلامويين عملاء الغرب لما سيطروا على الهلال النفطي الليبي في زمن كان برميل النفط فيه في السوق العالمي بيتجاوز 50 دولار للبرميل، كانت الميليشيات الإسلاموية المتناحرة على الهلال النفطي الليبي بتبيع البرميل ب2 دولار بس، وحتى الفلوس دي كانوا بياخدوا بيها أسلحة فاسدة علشان يحاربوا بيها بعض في حرب ميليشيات وأمراء حرب. بالسياسة دي الغرب بقى بيحصل على ثروات الشرق بأرخص الأسعار، بل في واقع الأمر بدون تكلفة أو فلوس أصلا. ليه؟ لأنهم وجدوا اللي بيبيع النفط مقابل أسلحة فاسدة، واللي بيبيع الغاز مقابل شحنات ممنوعات، واللي بيبيع أطنان من الذهب والماس مقابل تدريب ميليشياته. والأهم من كل ده، مفيش دولة بتستخدم عوائد الثروات دي في مشاريع تنمية ويبقى في تجربة اقتصادية ممكن تهدد الدول الكبيرة. هي لو مصر كانت فوضى كنا هنقدر نحط إيدينا على حقل ظهر مثلا، العافي محدش يقدر ياكل لقمته، والضعيف أرضه وعرضه وماله مستبحين، ولنا في العراق وسوريا واليمن وليبيا عبرة. كانت ذروة المؤامرة دي في مشروع الفوضى الخلاقة وثورات الربيع العربي. مين الدولة الوحيدة اللي أفشلت المخطط ده؟ مين الدولة الوحيدة اللي نجت من المخطط ده؟ مين الدولة الوحيدة اللي نجتها كانت نجاح لكل الدول اللي حواليها؟ مين الدولة اللي عندها أقوى جيش في المنطقة قادر يصد المؤامرة دي؟ مش في حدوده بس، لكن كمان خارج حدوده. الإجابة هي مصر. ثورة 30 يونيو ما كانتش مجرد ثورة لخلع الحكم من الإخوان، ولكن كانت ثورة لتحطيم مؤامرة الاستعمار الحديث على المنطقة كلها. ووصل مد ما فعله المصريون بفعل قوة تأثير المصريين لمحاصرة عناصر المؤامرة في سوريا وليبيا وتونس وحتى في العراق والسودان. من هنا كانت مصر حائط الصد للمؤامرة، من هنا كان لازم مصر تقع، لأن مصر هي الجائزة الكبرى، لأن مصر لما تقع هتوقع معاها كل دول المنطقة. ولما مصر نجحت في سحق الإرهاب وتحييد تركيا وقطر وكلاء الاستعمار الحديث، ما كانش فيه اختيار أمام العقل المدبر للمؤامرة المخابرات البريطانية إلا إنها تجمع عناصر المؤامرة عندها علشان يشتغلوا من أرضها لضرب مصر. عرفت ليه كل المؤامرات دي على مصر؟ لكن كل يوم بيثبت فيه المصريين إنهم أكثر وعياً، وإنه شعب عصي على المؤامرة، وإن مصر غير قابلة للعزل. ورغم تطوير أساليب المؤامرة وأدواتها واستمرارها دون أجازة أو هوادة، كل يوم كنا بنتقدم أكتر لغاية ما وصلنا للنقطة اللي احنا فيها النهاردة، إننا بقينا الاختيار الأمثل للعالم علشان يتم فيه إقامة أكبر وأهم قمة لقادة العالم كله في مصر،
وصلنا للحظة دي اللي انقلب فيها السحر على الساحر، وشفنا اللحظة اللي بيحضر فيها رئيس أمريكا ورئيس وزراء بريطانيا لمصر علشان ياخدوا لقطة في مؤتمر المناخ، يحاولوا بيها ينقذوا شعبيتهم المنهارة وحكمهم المترنح. يعني ايه الكلام ده؟ بالنسبة لبايدن كل التقارير بتقول ان شعبيته منهارة، لدرجة ان نيويورك تايمز عملت استطلاع رأي تقدم فيه الرئيس السابق دونالد ترامب على بايدن، وكل المؤشرات بتقول ان انتخابات الكونجرس المقبلة بعد ايام الجمهوريين هم الاوفر حظا في الانتخابات على الديمقراطيين اللي بينتمي ليها بايدن. وبسبب الحرب الروسية هيبة امريكا بقت في الحضيض، والكل النهاردة بيتجرأ عليها بعد ما خسرت معظم حلفائها الرئيسيين. أوروبا بتهدد أمريكا بحرب تجارية، وألمانيا بتزور الصين وبتعمل معاها اتفاقات اقتصادية، والخليج خفض إنتاج البترول وبيتقارب مع روسيا والصين. فما كانش قدام بايدن إلا أنه يزور مصر علشان يحاول يرمم شعبيته وياخد كم لقطة يحاول يسوقها لجمهوره أن أمريكا ما زالت تقود العالم وحاضرة في المشهد العالمي ده. أما رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك فبيواجه منذ اليوم الأول لتوليه هجوم شديد جدا من الصحافة البريطانية، وده لأكتر من سبب، منها أن سوناك شكل حكومة رجال أعمال منحازة للأثرياء، وأطلقت الصحافة عليها حكومة المصارف، خاصة أن سوناك مليونير وهو أغلى رجل شكل الوزارة في تاريخ بريطانيا. سوناك عمل غلطة تانية خلت صحافة بريطانيا تقلب عليه، انه رجع وزيرة الداخلية المستقيلة وثبت نص وزارة ليزا تراس في مناصبهم بما في ذلك وزير الخارجية، وبالتالي بريطانيا لم تشعر انه الوزارة استقالت، ولكن انه حزب المحافظين استبدل ليزا تراس بريشي سوناك وبس. جريدة الجارديان كشفت عن مشاكل تانية لوزارة بريطانيا العظمى. قطاع الصحة عاجز عن تأمين مطالب 7 مليون مواطن تقدموا بالتماس للحصول على مساعدات تتعلق بالشتاء القارس. كده بقى الصورة بقت واضحة ومفهومة. سوناك شاف انه للتغطية على الكوارث دي ولقطع الطريق على اي تمرد برلماني او حزبي عليه يهرب الى شرم الشيخ، وفي شرم الشيخ يرمم ريشي سوناك شعبيته وياخد كام لقطة تخلي شعبه ينسى قراراته ضد الطاقة النظيفة، ويقابل الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، لأن الصحافة البريطانية أيضا انتقدت فكرة عدم قيامه بالتخطيط للقاء الزعيمين فور توليه المسؤولية. الحقيقة اللي بيحصل النهاردة رسالة من ربنا بتقول لنا أنه معانا لأننا اللي على حق، وجابهم على مصر على طريقة أخوة يوسف لنرى معجزة كلنا شاهدين عليها، وإن اللي تأمروا على مصر جايين النهاردة إلى مصر برجليهم عشان ينقذوا حكمهم من مصر، أرض الإله وكنانة الله في أرضه. لكن ده مش معناه أن المؤامرة انتهت، اللي انتهت هي جولة وانتصرنا فيها انتصار ساحق، لكن الحرب بيننا وبينهم مستمرة، وهما بيحاولوا يعملوا أي حاجة علشان يفسدوا علينا الاحتفال بالنصر. اوعوا تفتكروا أن دعوات التظاهر في 11-11 اللي خارجة من لندن عشوائية، وأن اختيار اليوم ده مش مقصود. الهدف من الدعوة دي هي مؤتمر المناخ وضرب استقرار وسمعة مصر أمام العالم كله لقطع الطريق على مصر من المكاسب اللي هتعود عليها من المؤتمر، واللي أهمها العودة إلى خريطة السياحة العالمية ومليارات الاستثمارات اللي هتتم على جانب المؤتمر. فكانت خطتهم المفضوحة استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية وتصويرها إنها أزمة محلية، بهدف إنهم عاوزين بس 20 واحد مش فاهمين ينزلوا، وبعدها في خلايا نايمة هتكمل. الخلايا دي منتظرة أي تجمع علشان تبدأ تنفيذ سيناريو التخريب، وممكن يقتلوا 1 ولا 2 من المتظاهرين ويقولك الحقوا الأمن قتل المتظاهرين السلميين. وتوقعوا كمان أن التنظيم الدولي للإخوان وعناصر المخابرات المعادية في بريطانيا وتركيا هيبدأوا حملة ممنهجة من الشائعات لتشويه المؤتمر خلال فعالياته، سواء ضد تنظيم المؤتمر أو ضد الدولة المصرية وأجهزة الدولة المصرية أو ضد القوات المسلحة المصرية. ودورنا هنا التصدي ليهم وعدم تصديق هؤلاء الخونة والعملاء، زي مثلا أن الدولة المصرية في ظل الأزمة الاقتصادية بتصرف المليارات على مؤتمر ملوش لازمة. وإحنا اتكلمنا قبل كده على مكاسب المؤتمر السياسية والاقتصادية، وحسيب الحلقة لحضراتكم في التعليقات، لكن عاوز أوضح لكم معلومة
إن من يقوم بالإنفاق على مؤتمر المناخ هي الأمم المتحدة لأنه تابع ليها، أما مشاريع التطوير والبنية التحتية والخدمات في شرم الشيخ فهي من الدولة المصرية، ولكن تم تحصيل هذه التكاليف من دعاية وإعلانات كبرى الشركات العالمية التي ترغب في رعاية المؤتمر والتسويق لنفسها من خلاله. وهقول لكم على معلومة وليست تحليل، هناك خطة من التنظيم الدولي للإخوان والعناصر العميلة لأجهزة المخابرات المعادية لاستخدام بعض الخونة داخل مصر لعمل اضطرابات داخل المحافظات وافتعال حوادث زي اعتداء على اسم شرطة أو سجن أو غيره لإثارة الرأي العام. وكمان من المتوقع أن يقوم نشطاء أجانب يسمون نفسهم نشطاء مناخ هيقوموا بالتظاهر في شرم الشيخ، وهو أمر معتاد في كافة مؤتمرات المناخ السابقة في كل أنحاء العالم، فهذا أمر طبيعي ولا يدعو للقلق. ولكن أيضا هيكون في استغلال لهذه التظاهرات من بعض أجهزة المخابرات المعادية لزرع عملاء ليهم هيقوموا برفع شعارات سياسية عدائية ضد الدولة المصرية، ولكن الأجهزة المصرية هتتعامل معاهم بالشكل المناسب وهناك خطة لذلك، وواثق من يقظة أجهزة الأمن المصرية وجاهزيتها لحماية الأمن القومي المصري، ولا قلق من ذلك أبدا ما دمنا في ظهر بلدنا وعارفين إيه اللي بيكيدوا لينا. خلي بالكم أنظار العالم كله بتتجه لمصر بالكامل وليس شرم الشيخ فقط، فيجب علينا تحسين صورة مصر والحفاظ على سمعتها واستقرارها، وإن المشاكل الداخلية يجب أن نعالجها فيما بيننا بعد انتهاء المؤتمر، وفشل دعوات 11-11 هتكون ضربة قاضية ونهاية لأهل الشر، وهيعرفوا حجمهم الحقيقي وزيف شعبيتهم ودعواتهم، وإن يوم 11-11 هيكون يوم أكتر من عادي ولن ينزل مواطن مصري واحد للتظاهر، وإن حدث واستجاب بعض المغيبين متأكد إن اللي هيتصدى ليهم الشعب والمواطن العادي اللي خايف على شغله ورزقه قبل أجهزة الأمن، اللي هتتصدى لأي محاولة تخريبية بمنتهى الحزم والحسم والقوة، ولا يلومن أحد إلا نفسه. مصر أمانة في إيدينا كلنا، وبدعوكم كلكم كل واحد خايف على بلده ورزقه عن السياحة والاستثمار والأمن والأمان إن ينشر الهاشتاج ده العالم يحترم مصر في كل مكان، ليعرف الخونة والعملاء أن لهم بالمرصاد وإننا أكبر منهم بكتير، وإنه ساعة الجد كلنا بننتفض لحماية بلدنا. مصر غير قابلة للكسر، إنها أرض الإله، من أرادها بسوء قسمه الله، حفظ الله مصر وأعلى من شأنها ونجاها من كل مكائد أهل الشر وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.